السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه بي ار اي اس ام لايف ستوديو. ده بيعمل ايه؟ ان انت بتبث حاجة على اكتر من منصة. فهو البرنامج عبارة عن لايف برودكاستنج، بتنزل البرنامج بتقوله داونلود ناو، وفي منه نسخة على الموبايلات. يعني لما تيجي تبص كده، في هنا عندي بيرسونال كمبيوتر او في موبايل، الموبايل في جوجل بلاي واب ستور. طيب لو انا سطبت هو على الكمبيوتر بيظهر معايا بالشكل دوت. بتلاقي هنا مايت شانل. مايت شانل دي بتقدر ان انت تشوف اكتر من قناة. يعني ممكن تبث على اليوتيوب او الفيسبوك او باند او اي حاجة من الحاجات ديت. او لو انت حابب ان انت ممكن تبث على اكتر من قناة، فانت بتستعين بحاجة اسمها كاستم ار تي ام بي. هي دي عبارة عن ايه؟ عبارة مثلا عن موقع اسمه ريستريم. موقع ريستريم بحط كل الموقع اللي انا عايزها، وبعد كده لما بشغل بي ار اي سي ام بربطهم ببعض بحيث ان هو يبث على كل القنوات مرة واحدة. ده اللي هو الريستريم. بقول له مثلا عايز اضيف قناة ادي شانل، فبيختار لي القناة اللي انا عايز اضيفها، او اقول له ابديت تايتل واروح معدل الاسم الجديد. ممكن تبص على طول من الموقع، او تستخدم برنامج زي الـ OBS، واتكلمنا عنه اكتر من مرة. او هنتكلم النهاردة على بريسم لايف ونشوف هيشتغل ازاي. يعني البرنامج ده بتقول له ستارت ستريم ويبدأ يعمل البث. ممكن تدخل على سيتنج وتظبط الاعداد بتاعة ستريم، اللي هي ايه؟ ان انا بقول له بس على انا قناة. انا هنا اخترت كاستم ورحت مديله ريستريم بحيث ان هو يبث على ريستريم. خلينا نقفل البرنامج دوت ونشوف البرنامج بتاعنا هنا. طيب هاجي هنا على سبيل المثال على ريستريم واقول له RTMB، فبيديني ال RTMB URL وبيديني ستريم كي. تقدر تقول له كوبي وتنسخه وتيجي هنا على البرنامج دوت. دي هنا المات شانل، بتقول له اد شانل، تقدر تختار اد كاستم ار تي ام بي. تبدأ تختار بقى ان واحدة من دول، هتقول له يوزر امبورت انبوت يوزر انبوت، وتروح مديله ستريم كي وتديله يو ار ال، وهنا تسميه اي اسم. يعني لو سميته احمد مش هيعترض، اي اسم انت عايز تسميه، والاي دي والباسورد ده لو موجودين. انا اديته اليو ار ال واديته ستريم كي واديته اي اسم عشان بس ايه ما انتوش فيهم، وممكن تضيف اي تشانل زي ما انت عايز. طيب بعد كده ده المكان اللي انا هبث منه، فده السورس بتاعي. تمام، خلينا نقول له احنا عايزين نضيف سورس تاني، فبيقول لي انت عايز اني سورس. تقدر تضيف اكتر من حاجه، يعني تقدر تضيف موقع نت مثلا، او تضيف ويندو كابتشر، او تضيف ان انت تشغل الفيديو كاميرا والايمج، تحط صوره. تقدر تضيف اكتر من حاجه فوق بعض. هنا اقول له مثلا ويندو كابتشر، وبسميه ويندو كابتشر، فبيقول لي بقى انت عايز تختار ايه. فتبدأ تختار مثلا انا عايز ابث مثلا جوجل كروم، فيبدأ يجيب لي جوجل كروم كله. ممكن اقول له لا، ده انا عايز اكسبلورر، انا عايز الوورد، فاي حاجة انت تختارها هيبدأ يظهرها لك هنا. والبرنامج تقدر زي ما قلنا ان انت تبث على اكتر من مكان، وفي امكانيات ان انت تعمل قطع وتعمل زي مونتاج، تضيف بعض الحيات، تضيف بعض الصور زي ما انت عايز.